بل مع العنوان الفتوى والتغير المناخي. نعم. ده عنوان مهم قوي لهذا المجلد الصادر عن دار الإفتاء والتصدير لفضلتك، اتفضل. هو هذا الكتاب الفتوى والتغير المناخي أحد المخرجات المهمة جدا في المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية أو لعلوم الإفتاء. المعلمة دي فكرتها في الحقيقة كانت ممكن من سنتين، إن إحنا عايزين نجمع الفتاوى كل ما يتعلق بالإفتاء، بصناعة الفتوى، كل ما يتعلق بهذه الصناعة نجمعها في موسوعة متكاملة. جميل. الموسوعة دي في الحقيقة وصلت هذا العام اللي احنا عقدنا فيه المؤتمر وتسلمها أعضاء المؤتمر 50 مجلد وصلت إلى أعضاء المؤتمر. يعني 50 مجلد فتوي صدرت عن دار الإفتاء في تاريخها. مش فتاوى ولكن تبين كيفية صناعة الفتوى. أي. من ناحية أولا المنهجية التي ينبغي أن نسير عليها عندما نصدر فتوى معينة. هذه المنهجية في الحقيقة في كثير من الأوقات كانت تنقل عبر الميراث، يعني يتلقاها المفتون اللاحقون عن المفتين السابقين، اللي هو النقل، يعني ليس نقلا مكتوبا في كثير من تفاصيله، إنما هو نقل صنع مهنة بتنتقل من جيل إلى جيل، زي أي مهنة من المهن، يعني مهنة الهندسة بتجد فيها تفاصيل كثيرة جدا بنعرفها أثناء ممارسة العمل. مزبوط مزبوط. فكذلك الفتوى، نحن أردنا أن نجمع كل هذه القواعد والضوابط الحاكمة لإصدار الفتوى في مراحلها الأربعة التي ذكرتها. كويس. مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف، ومرحلة بيان الحكم، ثم مرحلة الإنزال الحكم. هذه الصناعة في الحقيقة صناعة من النوع الثقيل، لا نكتفي فقط فيها بالممارسة النقلية التي تنتقل من جيل إلى جيل، بل نريد أن نبين في هذه الموسوعة كيف تسير عملية عظيم. الفتوى هذه. من منتجات هذه الصناعة هذا الكتاب أو التعبير القواعد والأصول الإفتائية المتعلقة بالتغير المناخي، موقع المناخ في الفقه الإسلامي. طبعا هناك آيات كريمات وهناك أحاديث شريفة تحض على الحفاظ على البيئة، على المجاري المائية، على الهواء، على التلوث، عدم قطع الأشجار، يعني هناك منظومة إسلامية معنية بالحفاظ على البيئة بلا شك. يعني احنا حتى في المؤتمر لما عرضنا لقضية المناخ بصفة خاصة وقضية التنمية المستدامة بصفة عامة وبينهما من الصلة القوية فيما بين الأمرين، لاحظنا بأن الفتاوى كانت حاضرة على طول الزمان، يعني ليس فقط في هذه المرحلة، وإن كنا عمقنا النظر بإصدار هذا المؤلف أو هذا الجزء من المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء عن التغير المناخي، لكن